أخبار اليوم. أستاذ محمود، إحنا عايزين نبتدي حوارنا مع حضرتك مع انفلات الأسعار. الأسعار في الفترة الأخيرة رغم أن ثورة 25 يناير قامت علشان خاطر عيش حرية عادلة، إلا أن بعد الثورة الأسعار زادت بشكل مستفز. المواطن الغلبان يروح فين رغم أن في لجنة عليا لضبط الأسعار، وبضم اللجنة طبعا مباحث التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة وحاجة جهات كتير قوي الناس بتخاف لما بتسمع عنها. يا ترى اللجنة دي فشلت أن هي تضبط الأسعار، وخصوصا ان حضرتك طبعا عارف ان كيلو الفراخ دلوقتي وصل 22 وفي رمضان هيوصل ل 25 جنيه، المواطن الغلبان يعمل ايه؟ بالنسبه لحضرتك للاسعار انت بتتكلم عنها ان هي ارتفعت في الاسواق، ودور الدوله في العمل على الحد من ارتفاع هذه الاسعار. خلينا نتكلم بصراحه، احنا دلوقتي في اقتصاد حر، سوق عرض وطلب، ده الدستور اللي احنا كلنا وافقنا عليه وايدناه، ان اقتصاد مصر اقتصاد سوق حر. معنى اقتصاد سوق الحر يعني بقدر على العرض والطلب. في نفس الوقت كآليات كدولة ممثلة في وزارة التموين ان احنا نحاول نعمل حد من هذه الاسعار، في آليات احنا بنعملها، لكن ما نقدرش ندخل او نجبر السوق على تحديد سعر، ده ما عادش فيه تسعير للسلع. فايه الدور اللي قامته وزارة التموين من عام فات مش من دلوقتي، ان احنا اولا طورنا المجمعات الاستهلاكية، حدثناها، في نفس الوقت زودنا الفروع بتاعتها، وايضا تم تكثيف كافه السلع الغذائيه، اللحوم، دواجن، اسماك، سكر، زيوت، كافه السلع باسعار مخفضه عن الاسواق بنسبه حوالي 25%. عدد المنافذ والمجمعات الاستهلاكيه حوالي المجمعات الاستهلاكيه وفروع شركات الجمله اكثر من 5000 فرع ومنفذ على مستوى الجمهوريه، بالاضافه ان الدكتور خالد حنف وزير التموين فتح فروع جديده خاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللي تم نقلها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين منذ عدة شهور، ده لزيادة المنافس. في نفس الوقت زود السيارات المتنقلة للمحاملة بالسلع الغذائية عشان تتواجد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية اللي ليست بها فروع المجمعات الاستهلاكية. في نفس الوقت فتح أكثر من 500 فرع خلال الفترة الأخيرة في كافة محافظات الجمهورية، وفي خطة إن احنا نتوسع في هذه الفروع. السلع مطروحة بأسعار مخفضة. في نفس الوقت اللحوم تم التعاقد على اكثر من 55 مليون كيلو من اللحوم من السودان، من اورجواي، من استراليا، وبيتم طرحها حاليا بسعر 40 جنيه للكيلو. اللحوم السودانيه دي بتيجي عجول من الخارج وبيتم ذبحها في المجازر المصريه اللي هو في المجزر في السويس او في البساتين، يعني اللحوم طازه ب 40 جنيه للكيلو، في بعد كده اللحوم ب 45، في ب 50، في البلدي ب 57 جنيه للكيلو، وعليه إقبال كبير جدا من المواطنين. لأول مرة يا أستاذة فتحية المجمعات الاستهلاكية في تاريخها منذ إنشاء عام 68 تحقق أرباح، وده نتيجة الخطة اللي وضعها الدكتور خالد حنفي وزير التموين لتطوير المجمعات. تم تطوير أساليب النقل، التخزين، التداول، المظهر، الشكل الحضاري، وضع نظام للأجور للحوافز للعاملين عشان يحفزهم ان هم يقدموا خدمه للمواطنين، ان هم يهتموا بمقابله المواطنين، يجودهم في اسلوب البيع، وده كانت النتيجه ان هم المبيعات تعدت 186%. في نفس الوقت بالنسبه مثلا لموضوع الاسعار، احنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه هنتم عمل اقامه عده معارض في كافه محافظات الجمهوريه، في مراكز الشباب، في الساحات الشعبيه، وده بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجاريه ووزاره الشباب والرياضه. في نفس الوقت تم لاول مره الاتفاق مع شعبه القصابين في اتحاد الغرف التجاريه ان احنا هنمدهم بكميه كبيره جدا من اللحوم للبيع في منافذ تعاونيه باسعار تنافسيه للمواطنين. ايضا تم الاتفاق مع تجار الجمله في سوق العبور، وده برضك لاول مره ان هيتم نقل كميات كبيره جدا من الخضر والفاكهه باسعار الجمله الى تاجر التجزئه البسيط علشان نوفر عليه تكاليف النقل عشان يبيعها للمواطن باسعار مخفضه. في نفس الوقت استاذه فتحيه احنا في نقطتين مهمين جدا وده يسروا على المواطنين، ان احنا طبقنا منظومه الخبز الجديده الحمد لله تم الانتهاء منها الاسبوع الماضي في كافه محافظات الجمهوريه 27 محافظه. ادت الى ايه؟ ادت ان المواطن دلوقتي بيحصل على العيش بكل سهوله ويسر، ما عادش فيه طوابير. له 150 رغيف في الشهر والمواطن ما عندوش بطاقه تموين بيتم استرخاء له بطاقه صرف خبز، والمواطن اللي بيوفر في 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 في, في استهلاك الخبز بتحول له نقط بياخد مقابلها سلعه غذائيه مجانيه من عند البقاله التموين اللي هي فرق من خاطر الخبز. لا ثانيه واحده حضرتك،
متوسط البطاقه يا استاذه فتحيه دلوقتي بتحصل على سلعه زي مجانيه من 60 ل 80 جنيه. قيمه النقط ديت كل شهر حوالي 500 مليون جنيه، ده يعتبر زياده في دعم الاسره. في نفس الوقت يا استاذه منظومه السلع التمويليه الجديده دلوقتي السلع بقت كويسه جدا بشهاده المواطنين، قدام المواطن عدد كبير من السلع يختار ما يناسب ذوقه ما يناسب احتياجاته، بيدفع قصادها رسوم بسيطه، فده برضه ده زياده في دعمه دعم الاسره. فدي كلها حاجات الوزاره عملتها. منظومه الخبز حضرتك لاول مره وفرت ايه بقى؟ اولا حدت من المهدر من الدقيق في المنظومه القديمه كان بيتراوح من 11 ل 12 مليار جنيه سنويا. في نفس الوقت الاستهلاك القمح وفرت في استهلاك القمح بقيمه 1.9 من 10 مليون طن، منهم 1.8 من 10 مليون طن قمح مستورد. لاول مره احنا استوردنا السنه دي قمح 4.6 من 10 مليون طن مقابل العام الماضي 6.4 من 10 مليون طن. في نفس الوقت لاول مره تم ادخال 50 الف بقال وصاحب مخبز ضمن النشاط الرسمي للدوله، وده كانت حاجه غريبه، دخلناهم ضمن النظام المصرفي لان معروف ان صاحب البقال او صاحب المخبز عشان يحصل على مستحقاته لازم يبقى له حساب في البنك. في نفس الوقت النقط اللي احنا بنصرفها للمواطنين كل شهر بقيمه 500 مليون جنيه دي سلع غذائيه ادت لايه؟ تنشيط القطاع الصناعي بتاع الشركات القابضه للصناعات الغذائيه، عمل تنشيط في المصانع، زودت ارباحها، عادت بالفائده على العاملين فيها، ده برضه اضافه. في نفس الوقت تعالى بقى الحاجات الادبيه اللي حققتها المنظومتين. زمان المواطن من حقه انه يختار رئيس الدوله وسياسيا، اصبح دلوقتي بقى له حريه اقتصاديه، ديمقراطيه اقتصاديه، بيروح عند البقال التمويني بيختار البقال اللي هو يشتري من عنده، كان الاول مربوط على بقال تمويني واحد، دلوقتي من حقه يصرف السلعه التمويني بتاعته من اي بقال او مجمع استهلاكي داخل المحافظه. ثانيا يختار ما يناسب ذوقه وما يناسب احتياجاته، عنده عدد من السلع يختار بالكميات اللي هو عاوزها، يختار بالاسعار اللي هو عاوزها. في نفس الوقت في منظومه الخبز حضرتك المواطن دلوقتي بيروح الفرن، اي فرن من حقه يروح اي فرن على مستوى الجمهوريه يصرف الحصه بتاعته، فالفرن اللي ما يعجبوش يروح لفرن ثاني يروح لفرن ثالث، فاصبح المواطن هو الرقيب. ده في منظومه الخبز والسلع التموينيه. فاتفضلي. انا مع حضرتك في كل اللي بتقوله، لكن لو جينا لموضوع مثلا بطايق التموينيه، المواطن اللي بطاقته بتضيع او بتتلف او ما طلعش بطاقه من الاصل بيقعد سنين، بل بيقعد شهور، بل ممكن يقعد سنتين، عارف حضرتك، على ما يطلع بطاقه كارت. يعمل ايه المواطن؟ كان زمان على فكره بيروح لمكتب التموين او بيدي البقال الاوراق ويديله 50 جنيه فاهمني حضرتك، وفي خلال شهر بتطلع البطاقه. دلوقتي بيقول انا بشوف الامرين، وبالتالي اللي ما معهوش بطاقه تموينيه مش من حقه ان هو بيصرف عيش من المخابز، ودي مشاكل قابلت ناس كتير واتصلوا عليا وقالوا لي بالكلام ده. يعملوا ايه؟ ده شهادة نجاح لمنظومة الخبز والسلع التموينية. ليه؟ في المنظومة القديمة يا أستاذة فتحية خلينا نعترف كان معظم المواطنين ما حدش بيهتم ببطاقة التموين، واللي سايبها عند البقال التموين واللي سايبها ورقية ومش في دماغه، نظرا لأنهم كانوا ثلاث سلع وكانوا غير جيدين، ما كانش فيه اهتمام. أما تطبق منظومة السلع التموينية الجديدة ومنظومة الخبز الجديدة والناس لمست نجاحها ومدى جودة السلع والعيش بقى متوفر وفارق نقاط، حصل اكساف اقبال كبير من المواطنين على بطاقه التموين من كافه الشرائح. بقى في ضغط على المكاتب حوالي وصلوا لاكثر من مليون بطاقه، من اللي عاوز يستخرج بطاقه تموين جديده بدل فاقد بدل تالف، اجراءات الفصل الاجتماعي، بطاقه صرف العيش. حصل كثافه على مكاتب التموين. احنا حاليا دلوقتي عندنا 20 مليون بطاقه تموين بيستفيد منها نحو 80 مليون مواطن. مع ثلاث شركات اللي الوزاره متعاقده معاهم تم تكثيف الاستخراج البطاقات، وصل لحد الان حوالي اللي باقي حوالي 100,000 بطاقه. لو قارنا ال 100,000 بطاقه مع ال 20 مليون بطاقه اللي هم حاليا بيشتغلوا، لا يعني برضه في نفس الوقت لو مواطن واحد له حق احنا لازم نجيبه له. كان الدكتور خالد حنف وزير التامين عمل اجتماع اول امبارح مع الثلاث شركات في اللي بتشرف عليهم وزاره التنميه الاداريه، ووعدوا ان شاء الله قبل حلول شهر رمضان كل المشاكل بتاعت البطاقات دي هتنتهي. هيتم استخراج كافه البطاقات الورقيه وتحويلها الى زكيه، استخراج بدل الفاقد، استخراج بدل التالف، اجراءات الفصل الاجتماعي. في نفس الوقت هيتعمل موقع الكتروني
يسهل على المواطنين انهاء اكبر قدر من الاجراءات الخاصه ببطاقه التموين. الجزئيه الثانيه حضرتك بتحكيها بالنسبه لموضوع العيش، ده المواطن سواء معاه بطاقه ورقيه من حقه هنا بيحصل على العيش انه يتوجه لمكتب التموين يخصص له مخبز يصرف له حصته. واللي ما عندوش بطاقه ورقيه لسه ما طلعش لا بطاقه تموينيه ولا بطاقه ورقيه يعمل ايه؟ من حقه يا استاذ يروح يطلع بطاقه اسمها بطاقه صرف خبز، ودي بدون قيد وبدون اي شرط، من حقه انه يطلعها. يتوجه لمكتب التموين التابع له وبيدفع وبيجيب صوره من بطاقه الرقم القومي، صوره من بطاقه الرقم القومي المدام، شهادات ميلاد للاولاد مميكنه مع حواله بريديه بحوالي 20 جنيه وتطلع له في خلال 5 أيام ل10 أيام. ده اللي ما عندوش بطاقه تموينيه، لكن اللي ما عنده بطاقه ورقيه بيتربط على مكتب، بيروح مكتب التموين بيربطوه على مكتب يصرف له حصه عيش. لكن كل ده ان شاء الله في خلال الشهر ده هيتم استخراج كافه البطايق. المواليد الناس بتعاني، بتقول حاولوا ان هم يضيفوا مواليد اولادهم على البطائق التموينيه، يروحوا للمكاتب التموين او للبقالين يقولوا ما فيش اضافه مواليد. الوزاره بنفس اللفظ بيقال ليهم الوزاره مش لاقيه يعني سلع علشان خاطر تديها للموجودين، عايزين كمان تضيفهم. رد حضرتك ايه على الكلام ده؟ اضافه ما فيش اضافه مواليد على من حاليا، لكن كان في تسجيل المواليد على قاعده البيانات. فضلت يا استاذ فتحيه الباب مفتوح لتسجيل المواليد على بطاقه التموين سنه ونص، لسه الباب مقفول في شهر ديسمبر الماضي، وتم تسجيل حوالي اكثر من 6 مليون مولود اللي هو من عام 2006 لعام 2011. حاليا دلوقتي بتعمل بهم كشوف عشان هيتعرضوا على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار لاعتماد المبلغ المالي بتاعهم في وزاره الماليه، واحتمال كبير ان شاء الله يبقى مع موازنه العام المالي الجديد 2015 2016. لكن من حقهم هنا حاجه ثانيه، ان هم يضيفوهم على بطاقه التموين لصرف العيش. يعني هنا اللي عنده اي مولود من حقه يضيف على بطاقه التموين لصرف العيش، مش لصرف السلع التموينيه. المنظومه احنا ما نقدرش نتكلم فيها، المنظومه جيده في حد ذاتها، لكن بكل اسف بنلاقي مثلا بعض البقالين، ومش عايزين نظلم كل البقالين، استغلوا المنظومه استغلال سيء. فيهم اللي بيفرض سلع تموينيه عارف حضرتك على الناس، مثلا رز مسوي زي في البدرشين، او بيفرضوا عليهم سجاير زي في المجاوره 12 في 15 مايو، او يفرضوا عليهم شاي عارف حضرتك زي في قريه المناير مركز مشتري السوق محافظه الشرقيه وهكذا. ده بخلاف الفلوس اللي بياخدوها من الناس عنوه، في اللي بياخد 5 جنيه على البطاقه، في اللي بياخد 8 جنيه. احنا بننزل حملات مشتركه من قبل المفتشين وبحث تموين على كافه المنافذ، ولما بنتلقى شكوى بيتم فورا التحقيق فيها، ولو بنتاكد من جديتها بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. انا بقول لكل مواطن ممنوع تدفع اي مبلغ على بطاقه التموين غير الاسعار اللي هي السلع المحدده اللوحه اللي موجوده. في نفس الوقت انت عندك يا اما تتوجه لمكتب التموين التابع له تقدم شكوى، او تتوجه لمديريه التموين التابع ليها، او تتصل بالخط الساخن 19280 وده بيعمل من 10 صباحا ل10 مساء لتلقي كافه شكاوى المواطنين. ده كل سنتر على احدث مستوى بيعمل عليه اكثر من 40 موظف في قريه ذكيه، ويوميا بنتابع الشكاوى، والوزير يوميا بيتابع الشكاوى. فلو في اي شكوى بتيجي من اي مواطن حتى من اسوان بيتصل فورا بالنسق مع مديريه تموين اسوان ونبعت حمله لمقر الشكوى. فانا بقول للساده المواطنين تعاونوا معانا برضك، لان بص يا استاذ فتحيه احنا عندنا 25000 بقال على مستوى الجمهوريه، يعني لازم يبقى في بعض الاستثناء، احنا ما بنسيبوش برضك، لكن برضك عاوز المواطن يتعاون معانا ما يسكتش عن حق. اي شكوى من اي بقال او من اي مخبز او من اي خدمات بتقدمها وزاره التموين يتصل بالخط الساخن 19280. القضية اللي رافعينها البقالين وعددهم 25000 بقال زي ما حضرتك قلت دلوقتي على الوزارة للمطالبة بالحوافز بتاعتهم، ايه اللي تم فيها؟ اولا انا مش عارف موضوع القضية ده كان رفعه هو ولا لا، لكن هما لهم كان لهم مستحقات متأخرة هما بياخدوها تباعا. بص يا استاذ فتحي، اي مخصصات اي وزاره موجوده في وزاره المالية، سواء التعليم، الصحه، التموين، احنا مع تنسيق اجراءات شويه مع وزاره الماليه كل شويه بتصرف جزء من المخصصات بتاعتنا، بنديها جزء من استحقاقات المخابز، جزء من استحقاقات البقاله التموينيه. فكل فتره بيجي لنا، احنا لسه تقريبا من 3 أسابيع كانت وزاره الماليه صرفت لوزاره التموين مبلغ كبير جدا، وتم صرف جزء منه لمستحقات المخابز ومستحقات البقاله التموينيه. فاحنا مستحقاتهم احنا بنصرفها لهم، وعلى فكره وزاره الحياه دي مستحقات قديمه من سنين، سواء لاصحاب المخابز او كانت في المنظومه القديمه او لاصحاب البقاله التموينيه. واحنا التزمنا الدكتور خالد حنفي وزير التموين التزم بسداد هذه المبالغ.
فاحنا كل ما بيجي مبلغ من وزاره الماليه المخصص من في موازنه وزاره التموين احنا بنصرفه على طول لاصحاب البقاله التموينيه او اصحاب المخابز البلديه. دكتور خالد حنفي تحديدا في شهر رمضان الماضي اعلن ان هيتم تدشين حمله لاسترداد بطايق الاغنياء، وقال الهدف منها ان احنا نسترد 2 مليون بطاقه تموينيه، البطايق دي هنوجهها للاسر اكثر احتياجا. بعد كده ما سمعناش عن الحمله حاجه، ايه اللي تم فيها؟ حمله لاسترداد البطايق من الاغنياء، ايوه حمله بتحس القادرين ماديا اللي ربنا يسر عليهم عندهم بطاقه تموين ان يرجع بطاقته عشان توفر لغير المستحق. حتى الان بلغ اللي تم رجع بطاقتهم 200 الف بطاقه، ده ان دل برضو ان الشعب المصري بخير، والحمله مستمره وفي ناس كتير بتيجي بتتوجه وبتلغي بطاقتها حاسه ان ربنا ييسر عليها فعاوزه تسيب مكان لغيرها. عشان في نفس الوقت حضرتك الدكتور خالد حنفي وزير التموين اتفق مع الدكتوره غاده وائل وزيره التضامن الاجتماعي ان هندخل حوالي برضو 200 الف اسره من المستحقين، لكن احنا الحمله شغاله في نفس الوقت. في نفس الوقت احنا بنحذف في فئات تتحذف من بطاقه التموين اوتوماتيك اللي هو المتوفى منذ اكثر من 3 شهور وتم حاسبين خلال الفتره الاخيره 286000، المكرر على اكثر من بطاقه نتيجه اجراءات الفصل الاجتماعي، ايضا المهاجرين بالخارج. فاحنا دلوقتي بالتنسيق مع وزاره الداخليه والتنسيق مع وزاره القوى العامله ومصلحه الجوازات بنحذف الثلاث فئات دولت من بطاقات التموين. الناس في القرى الريفية تحديدا والمناطق الشعبية بتسأل فين مفتشين التموين، فين مباحث التموين من تلاعب التجار من أصحاب المخابز. العيش بكل أسف في هذه المناطق غير مطابق للمواصفات بالمرة، من حيث الشكل من حيث الوزن. بقالين التموين طبعا زي ما قلت لحضرتك بيتلاعبوا بالناس، عدد مفتشين التموين يا ترى مش كافي ان هو يقوم بالعمل بتاعه؟ بالنسبة لعدد مفتشين التموين احنا العدد خلينا نعترف غير كافي، احنا عددهم حوالي دلوقتي 13000 مفتش، مفيش تعيينات مفتشين ومعظمهم الفئة اللي كبر وفيه اللي طلع معاش. لكن في نفس الوقت انت بتتكلمي على مستوى العيش او مستوى السلع التموينيه، الدكتور خالد حنفي يوميا في جولات في قرى في نجوع وبيخش على مخابز، خيرها لسه كان لسه امبارح في قريه الحدادين والنفق في مركز طوخ قبل ما يروح في جوله مع رئيس الوزراء عرج على هذه القرى، فيقوم يومين في جولات بيخش على المخبز بيوزن العيش. بتفاجئ ان معظم المخابز اللي دخلها العيش اكتر من الوزن المقرر، ليه؟ لان بقى في منافسه بين المخابز، انا مروح لمخبز ولا العيش مش جيد او العيش ناقص وزن او خدمه غير كويسه او معامله غير جيده من حق اروح لمخبز تاني. بالبطاقه اللي معاه انت من حقك تصرف الخبز بتاعك من اي مخبز على مستوى الجمهوريه. وفي نفس الوقت بكرر تاني، اي شكوى لدى اي مواطن عندك خط ساخن 19280، عندك مكتب التموين التابع له، ممكن تتوجه للمديريه بتاعه المحافظه وقدم شكوتك واحنا هنستجيب فورا ونعمل على حلها. النقط اللي هي فرق العيش اللي الناس مش هتصرفها، طبعا هيصرف مثلا 3 ايام في الشهر وبقيت وبياخد فرق ساعه بيهم سلع غذائيه وكده، الناس بتسال بتتحاسب ازاي الناس؟ هل بيتحاسبوا على ان الرغيف بشيلن ولا الرغيف ب 35 زي ما الوزاره بتعامل لاصحاب المخابز؟ الرغيف بيبقى ب 10 سعر، يعني الرغيف اللي بيوفره بشيلن بيتحول ل 10 سعر. هو بعد كده بيروح اخر الشهر بيروح البقال التمويني في اول الشهر الفرق بياخد لمده 10 ايام. بيحط البطاقة في المكان بيبان الفرق انه بتحاول يطلع له مثلا 50 جنيه 60 جنيه، دي قيمة سلعة غذائية مجانية ما يدفعش قصادها أي رسوم، دي غير السلعة التموينية. فالسلع الغذائية المجانية اللي هي فرق من خط الخبز ما يدفعش قصادها أي مقابل. إن مخابز تضرب كروت وتعمل، لا احنا في ليميت محطوط لكل مخبز لأن محسوبة بالساعات، الشكارة بتطلع قد كذا والمخبز بيشتغل كام ساعة كذا. فمش معقول مخبز يبقى واخد له مثلا 10 تشويله المفروض بيطلع 50000 رغيف عليه بيعلي مليون، لان في الاخر هياخد فلوسه مني. فانا بشوف ازاي تطلع مليون، ده انت امتى بتطلع مثلا مخبز طلع مليون رغيف لما يشتغل 3 ايام متواصلين او يكون مخبز 10 خطوط ولا 7 خطوط، هو مخبز خط واحد هنا لا. خبز الشوارع وما يتعرض له من عوادم السيارات، وده بيأثر تأثير سلبي على صحة المواطن المصري، الوزارة بتتصدى ازاي للموضوع ده؟ بينزل حملات مشتركة من وزارة التموين ووزارة الصحة لأن ده يتبع الأغذية، وبيتم حملات مكثفة على هذه العادة السيئة المنتشرة في الشوارع. برضو في نفس الوقت وزارة الصحة لازم المواطن يبقى له دور،
نشتريش الحاجه اللي مش عيش بس اللي على الرصيف، اي سلع غذائيه مطروحه على الرصيف او اي سلع ماكوله المصدر او مغشوشه او مقلده، لازم مش لازم ما نشتريش من بقى جائلين عامه اي سلعه. حتى اللحمه اللي موجوده في الشوادر وماليه الشوارع بالنسبه للحوم، اللحوم يمكن طالما الشوادر مكتوب عليها انها تتبع وزاره التموين او تتبع وزاره الزراعه، دي بيبقى تحت اشراف بيطري. مش مكتوب عليها شادر معمول عادي كده مواطن عامله منه لنفسه، افضل ان هو يشتري من مكان معروف، مكان مشهور، مكان عليه لوجو تتبع وزاره التموين، تتبع وزاره الزراعه، لان ده بيبقى تحت اشراف بيطري، تحت اشراف مفتشين بيتابعوه، فده الافضل للمواطن. مش لحمه بس، انا بقول لحضرتك اي سلعه، عشان لما يحب المواطن حصل له مشكله من هذه السلع يقدر ياخد حقه. وانت حضرتك بتغطي حمايه المستهلك، ومفروض يقول لك لازم ما لا نشتري عن طريق التليفون، ولا نشتري من باع جائلين، ولا من باع سريحه، لازم نشتري من محلات شهيره وتبقى معروفه ومسجله، واخد فاتوره عشان لو حصل اي حاجه اقدر ارجع على البائع واخد حقي منه قانونا. الدكتور خالد حنفي كان اعلم من قبل توزيع الدواجن على البطائق التموينيه. الناس بتسال الفراخ وصلت ل 22 جنيه وفي رمضان ل 25 جنيه. بيقولوا هناكل ايه في رمضان؟ حضرتك دلوقتي الفراخ موجوده في كافه المجمعات والسياسه الفتحيه، من اجود الفراخ المجمده والماركات الشهيره اللي بتتباع في السوبر ماركت والهايبرات ب 22 و 20 جنيه، موجوده حاليا في المجمعات بسعر 15 جنيه، والماركات الشهيره متوفره جدا في كافه الفروع. فانا بدعو المواطنين ان هم يتوجهوا لهذه الفروع، هيلاقي الدواجن موجوده وباسعار منخفضه، وايضا في فراخ على السلع التموينيه، في فراخ في فرق نقاط الخبز. انا عاوز اوضح نقطه، الناس بتقول ده الفرخ ب 75 قرش، لا، في نقطه مهمه جدا هو ما باخدوش بالهم منها. المواطن مثلا بطاقه اللي فيها 60 جنيه اربع افراد مثلا، الفرخه مثلا ثمنها في المجمع او عند البقال 15 جنيه، دي بتتخصم من قيمه الدعم. المقابل اللي بيدفعه المواطن بس قصاد الفرخه هو ال 75 قرش، زي ما هو بيدفع قصاد كيلو الرز ربع جنيه هامش ربح للبقال، وبيدفع قصاده ربع جنيه هامش الربح لكيلو السكر و40 قرش لتر زيت، بيدفع هامش ربح البقال مقابل الفرخه، لكن السلع بتتخصم من قيمتها من بطاقه التموين. زي ما الناس فاكره الفرخه ب 75 قرش، المواطن هيدفع قصادها من جيبه هامش ربح 75 قرش، لكن هي هتتخصم قيمتها 15 جنيه من قيمه الدعم المخصصه على بطاقه التموين. وزير التموين اجتمع مؤخرا مع وزير الكهرباء في الغرف التجاريه علشان خاطر موضوع اللمبات الليد وتوزيعها على البطائق التموينيه، واتفق على 13 مليون بطاقه. امتى هيتم توزيع البطائق؟ لمبه، معلش، دلوقتي بيتم دراسه هذه التنسيق مع وزاره الكهرباء. احنا دلوقتي في لجنه مشكله لدراسه توزيع لمبات الليد على مش بطاقات التموين، ده احنا هنوزعها على فرق نقاط الخبز، المواطنين يحصلوا عليها مجانا. احنا بندرس الموضوع ده وان شاء الله هيرى النور قريبا باذن الله. في عجاله مشكله انابيب البوتاجاز اللي وصلت ل 35 جنيه للانبوبه في بعض المناطق وال 50 جنيه في مناطق اخرى، المواطن الغلبان يعمل ايه؟ ان شاء الله الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه وضع مشروع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز على بطاقه التموين، واخيرا وافق عليه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. حاليا تم تشكيل لجنه ثلاثيه ما بين وزاره التموين، وزاره البترول، وزاره التنميه الاداريه لوضع الخطوط العريضه لتوزيع البوتاجاز المنزلي على بطاقه التموين مثل منظومه الخبز. يعني هيبقى كله بيدرسوا لسه ان كل مواطن له حصه على بطاقه التموين، والمواطن اللي ما عندوش بطاقه تموين هيتم استخراج له بطاقه صرف بوتاجاز، بشرط ما يكونش مسجل على قاعده بيانات وزاره البترول عنده غاز طبيعي. اللجنه بتدرس حاليا وهيتم ان شاء الله اعلان تفاصيلها خلال اسابيع باذن الله، وهيتم تطبيقه كمرحله اولى في محافظه بورسعيد، بعد كده قبل تطبيقه تعميم على كافه محافظات الجمهوريه. في نفس الوقت هيتم توزيع مكانات بيع البوتاجاز ثابته في مستودعات ومحموله مع الشباب وعمال السريحه. المواطن من حقه انه يروح المستودع ياخد الاسطوانه بسعر رسمي، او تجي له عن طريق الشباب، شباب الخريجين او العماله السريحه، مع رسوم بسيطه اللي هي رسوم النقل. ده المشروع ده ان شاء الله هيرى النور قريبا، وهيقضي على اي ازمه في البوتاجاز ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. اخيرا واحنا على اعتاب شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يخليك. ايه استعدادات الوزاره للشهر الكريم؟ وايه المفاجاه اللي مجهزاها الوزاره؟ احنا دايما وزاره التموين بتفاجئ الناس بحاجه كل سنه، حاجه جديده. ايه السنه دي المفاجاه اللي الدكتور خالد حنفي وزاره التموين مقدمها للشعب المصري؟
اولا كل سنه وانت طيبه ومصر كلها طيب بخير. احنا استعدنا زي ما قلت لك من كافه السلع الموجوده حاليا دلوقتي في مجمعات، في تخفيضات 25% اللحوم بتخفيضات كبيره جدا، السيارات المتنقله، زياده الفروع، المعارض اللي هيتم اقامتها. وبعدين اقول لك حاجه، احنا بنفتح ايضا منافس في المصانع الكبيره، المجمعات الاستهلاكيه، في المؤسسات، في مؤسسات القطاع الخاص، واللي بيحب عاوز يفتح منفذ بنفتح له وبنديله بالسلع. في ان شاء الله خبر النهارده باذن الله، لو انت هتزعلوا الحلقه النهارده هيعلنوا الدكتور خالد حنفي باذن الله، هو النهارده في اجتماع مع رئيس الوزراء بمناسبه شهر رمضان الكريم، هتبقى بشره خير للمواطنين باذن الله. اسيبها للدكتور خالد واسيبها للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.